السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. قبل ما نكمل الفيديو حط لايك كتير كتير كتير. بفكرك يا غاليه زي ما انتي ما بتقولي لي في اول الفيديو فكريني باللايك. ان شاء الله النهارده يا حبايب قلبي فيديو النهارده هيكون فيديو حلو جدا جدا لسيده. هي بسيطه كده بس افكارها حلوه جدا، وهنشوف بيتها وهنشوف كمان تعاون زوجها معاها هيكون عامل ازاي. بس قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وكمان لو انت اول مره بتشوف القناه عندي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد مني. وفضلا منكم عايزه بقى كومنتاتكم الجميله اللي زيكم اللي بتفرحني. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين هي سيده من اسره بسيطه، وهي سيده تركيه زي ما انتم شايفين. كانت جايبه كفر لل الترابيزه بتاعه المكوه، وكمان كان جايبه كفر كده للمكوه. طبعا الكفر ده سيليكون وعجبني جدا جدا. فزي ما انتم شايفين دي كانت يعني شالت الكفر الاولاني، وكمان حطت الكفر ده علشان هي بتقول حلو جدا، وكمان بيخلي الهدوم حلوه، مش من نوع اللي بتخلي الهدوم يعني لما يكون المكوه عاليه او الحراره بتاعتها عاليه ما تبوظلكيش الهدوم، فاهمين قصدي ايه؟ بعد كده بقى هنا غرفة النوم. عندها غرفة النوم فيها دريسنج او فيها دولاب، يعني ايه؟ بصوا هم هي شالت، بتقول ان انا اشتلت الوش بتاع الدولاب خالص زي ما انتوا شايفين كده اهو، وخليته دريسنج علشان يكون منفصل شوية عن الغرفة ذات نفسها. كان في عندها غرفة يعني اللي انتوا شايفينها دي، فحطت فيها الدولاب كده وشالت بقى كل الوش بتاع الدولاب وخليته دريسنج. برضو فكرة حلوة، وفي نفس الوقت يعني فرحت نفسها بحاجات بسيطة، وفعلا الفكرة عجبتني والله. لو انتي وصلت هنا يا غالية ولسه محطتيش لايك حط اللايك للفيديو، واكتبي لي تحت الكومنت بقى محفز منكم علشان كلنا نتحفز مع بعض. عايزة اقول لكم كمان ما تنسوش القناة بتاعت التانية، قناة عالم الملكات، قريب قوي قوي يعني ممكن بكره بعده بالكتير ان شاء الله انزل لكم اول فيديو ليا على ترتيباتي وتنظيماتي للشقه. وانتوا في منكم كتير شاف فيديوهات زي كده عندي على القناه ديت، ولكن هتشوفوا بقى انا كنت وصلت لايه ان شاء الله. لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه انا هسيب لك القناه بتاعتي في اول تعليق مثبت علشان تشتركي وتفعلي زرار الجرس على الكل علشان لما انزل الفيديو تكوني انت اول واحده يا غاليه شفتي الفيديو. هنا بقى ده تعاون زوجها معاها زي ما انتم شايفين. يعني بصوا عايزه اقول لكم تعاون الزوج دي بتبقى حاجه حلوه جدا جدا بجد، انك انت تحسي ان في حد بيسندك او بيساعدك ده شيء حلو جدا. في مننا ازواج كتير يقول لك لا انا مالي بشغل البيت، انا كفايه عليا شغلي في قلب الشارع فمش هيبقى في الشارع كمان وفي البيت. وفي ازواج ما شاء الله عليهم اللهم بارك يا رب، يعني زي ما انتم شايفين كده زوجها يعني بيقول ان هو بيشتغل وكل حاجه ولكن بيساعد زوجته في كل حاجه، وده حلو جدا جدا. يعني هي كانت بتنظف وكانت بتروق، فالدنيا عندها مكركبه زي ما انتم شايفين في المطبخ، ولكن هو قال ان هو حابب ان هو يساعدها ويساندها في تنظيف المطبخ وكده علشان خاطر ما يكونش عندها حاجات كتير او شغل كتير. وبالتالي طبعا طول ما هي قاعده في قلب المطبخ، هما كانوا هنا على فكره بيحضروا الغداء وهتشوفوا دلوقتي برضو غداها هي حضرته ازاي، فبيكون حاجه حلوه قوي جدا لما يكون الزوج كده في تعاون بينه وبين زوجته. يعني شوفوا بقى بعد ما هي خلصت او بعد ما هو كمان ما خلص، هي كده بتقول ان هو كتر خيره وساعدها، وكمان كانت غيرت السجاده بتاعه المطبخ، فكانت حابه يعني كانت جايبه سجاده جديده فكانت حابه ان هي تفرشها. زي ما قلت لكم ان زوجها يعني ساعدها على قد ما هو يقدر. عايزه اقول لكم المكنسه اللي هي معاها دي ما شاء الله عليها مكنسه حلوه جدا، هي نوعها هوفر. عايزه اقول لكم ان الماركه دي ماركه حلوه جدا جدا، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم قبل كده ان هي بيكون فيها بخار. هنا بقى كانت السجادة الجديدة اللي هي جابتها، هي كانت بقى عايزة تفرشها كده وتشوف شكلها عامل ازاي في المطبخ. عايزة اقول لكم السجاجيد دي بجد تحفة تحفة. صحيح هي لونها ابيض وكل حاجة، بس بجد يا جماعة شكلها حشيك جدا. يعني انا ان شاء الله ان شاء الله هجيب لي واحدة منها، مش عارفة بقى اجيب منها في المطبخ، بس تقريبا في المطبخ لا. يعني بصراحة انا زيكم بخاف من الحتة دي، الحتة اللي هي يكون ابيض خالص كده في المطبخ لا. المطبخ بحب ان يكون ليه حاجات غوامق يعني. هنا كانت
بتوريكوا البورسلين بتاعها او الاطباق بتاعتها اللي بتقدم فيها الغدا. زي ما انتوا شايفين ده شكلها كله، عاملة دولاب كده حاطة فيه كل الحاجات اللي هي الخشب او الحاجات بتاعت المأكولات السخنة تحت اهو، وفوق حتي البورسلين او الاطباق الصيني. هنا بقى في الدرج من تحت زي ما انتوا شايفين حاطة برضو كل حاجات البولات الصغيرة او الحاجات بتاعت الصوصات اللي هي برضو من البورسلين زي ما انتوا شايفين، او طقم صيني يعني. ده بجد عايزه اقول لكم الحاجات دي بتبقى جميله جدا جدا وبتدي شكل حلو قوي في الغدا. عايزه اقول لكم ان هي كمان بتخش الفرن او المايكروويف، علشان طبعا اللي حابب يجيب منها. شوفوا بقى هنا كانت بتوريكوا يعني الغدا، او بعد ما خلصوا الغدا ده شكل الغدا اللي عملوه زي ما انتوا شايفين، شكله حلو جدا جدا. يعني بصوا الحاجه كده بتكون والله بتفتح النفس، حتى لو انتي وزوجك واولادك، مش شرط يكون حد جايلك علشان مثلا تنظمي من شكل الاكل او تنظمي من شكل الاطباق او الكلام ده. ممكن يكون عندك وقت مثلا ما يكونش انت فاضيه فيه، انا معاكوا في كل ده والله. عايزه اقول لكم ان هي كانت غيرت السجاده بتاعه المطبخ الاول وحطت واحده تانية، يعني اللي هي حطتها دي كانت قديمه عندها مش جديده، انما الجديده كانت بتجربها كده بتشوفها هي على قد المطبخ ولا لا، عشان بس نسيت اقول لكم في المقطع اللي فات. المهم زي ما بقول لكم ان احنا مش شرط يعني ان احنا يكون عندنا مثلا حد جاي عشان نهتم بقى بشكل البيت، او نهتم بشكل مثلا اكلنا او سفرتنا او الكلام ده، لا مش شرط خالص. ممكن يكون انت مثلا يعني انت وابنك او انت وزوجك واولادك، فلازم يكون برضو في حياه، يعني حياه ليكوا انتوا او حياه ليكي انت كمان كست بيت في بيتك يعني. ده بيكون شيء حلو. طبعا احيانا ما بيكونش عندنا اوقات وما بيكونش عندنا اوقات فراغ، انا والله زيكم بالظبط، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا يكون عندي وقت فراغ اقدر بيه ان انا يعني اظبط نفسي، اظبط بيتي، اظبط حياتي مع ولادي ومع زوجي. ناس كتيره قوي قالوا لي احنا ما بيكونش عندنا وقت ان احنا نرتب فيه او نوصل للحاجات اللي هي مثلا الستايلات اللي هي الجميله دي، مش بيكون عندنا وقت ان احنا نعمل حاجات زي كده. طبعا هي هنا كانت بعد ما خلصت كانت فرشه السجاده تاني، وبتاخد السجاده كده تنظيفه، وزي ما قلت لكم ان ابنها هي مفيش معاها غير ولد واحد بس، ف كانت حابة برضو ان هي تفرحه، كان هو نفسه يعني يمسك المكنسة ويساعد مامته وكده، فهي حب يعني بتقوله طب تعال احنا بننظف مع بعض. شيء حلو برضو جدا لما تكوني، شوفي يعني انا بقوله شفتوا السجادة اهي غيرتها هنا، زي ما قلتلكو ان هي من نوع اللي هي بتغير فيه السجاجيد، والسجادة دي عجباني جدا 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 بجد. انا يعني واحدة من الناس لو انا لقيتها يعني موجودة في مصر هجيبها ان شاء الله وامر الله، لان بجد بحب السجاجيد بتاعتهم قوي. هنا بعد ما خلصت الانتريه بتاعها كانت بتغسل الستارة، وبعدها زي ما انتوا شايفين علقتها على طول. بصراحة عايزة اقول لكم على حاجة، قولوا لي برضو انتوا بتجربوا الحتة دي ولا لا. طبعا هي بعد ما بتغسل الستارة كده على طول طلعت ركبتها على طول من غير ما تنشرها. طبعا هي معصورة ما فيش فيها مية ولا حاجة، ولكن بتكون مندية شوية يعني، فاهمين قصدي؟ فانتوا قولوا لي هل انتوا بتعملوا كده ولا ايه؟ بصراحه انا بخاف. يعني ايه بخاف؟ ايه بقى بخاف؟ لا يكون مثلا الستاره مثلا تعمل ريحه، مع اني بتكوني حاطه داوني وبتكوني حاطه مسحوب يعني بيبقى ريحتها تحفه، ولكن بخاف بقى من التنديه بتاعت الميه، لا قدر الله تعمل عفونه، تعمل حاجه في الحيطه، ما عليكي من الستاره، الستاره كده كده هتنشف. ولكن ما اعرفش هو في عندنا هسهس مثلا او كده، والله اللي زي اكتب لي تحت في الكومنتات انا صح ولا غلط ولا عادي، او اللي جربها منكم يقول لي ان هو جربها وعادي ما فيش فيها مشكله، لاني انا شايفه ان هو حاجه حلوه. يعني غسلتيهم وظبطتيهم، وبعد ما غسلتيهم وعصرتيهم رحت نشرتيهم على طول، والانتري عندك او الدنيا عندك نظيفه بقى، مش هتستني بقى لما ينشفوا عشان تيجي تعلقيهم زمان ما بعمل يعني. هنا بقى كانت بتنظف غرفة الأطفال بتاعت ابنها، زي ما انتوا شايفين كانت حاطة السريرين كانت بعدهم عن بعض كسريرين أطفال عادي، ولكن هي غيرتهم بقى وحطت الاتنين جنب بعض كده كنوع من التغيير والتجديد. هنا بقى
كانت بتعمل كده بتقول وهي ابنها نايم، كانت حابة ان هم تعمل لهم فطائر. فبتقول ان انا بحب لما باجي اعمل عجين او بعمل فطائر او حاجات زي كده، بحب ان انا افرش حاجة على السجادة. وطبعا الطبلية يا جماعة اللي كلنا ما نقدرش نستغنى عنها، الطبلية دي عايزة اقول لكم حاجة وهم كده، انا عندي واحدة منها في بيتي، جوزي اللي عاملها لي زي ما قلت لكم قبل كده ان انا جوزي نجار، فهو اللي عاملها لي، فبصراحة ما بستغناش عنها كتير قوي. بنعمل الواجبات عليها، بصراحة بعمل الواجبات عليها انا والولاد. ساعات مثلا اقعد كده اعمل عليها حاجات زي ما انتم شايفين، اعمل عليها محشي كده، يعني اللي هو ايه بتسهل عليك الدنيا بصراحة. يعني هي هنا كانت عملت المعجنات، وكانت بتقول ان هي عشان تقطعها على شكل دوران صغير كده عملتها بغطا الحلة، ودي فكرة حلوة عشان الدايرة تكون مظبوطة. هنا بقى بعد ما كانت خلصت المعجنات وظبطتها وكده، ابنها طبعا صحى من النوم بتقول ان انا مفيش عندي اللي هو، ولازم ان انا كده يعني اخليه عايش حياته في نفس الوقت ما حسسوش باي حاجة او ما حسسوش بتعبي، ويعني يكون في بيني وبينه كده حب، وهو يحس بالحب اللي في قلبي ليه. ودي حاجة كويسة جدا يا جماعة، والله احنا ربنا يهدينا جميعا على العصبية بتاعتنا، وربنا يهدينا علشان اولادنا، و الكلام ده كله المفروض نكون حنينين عليهم ولا نضربهم ولا حاجة. انا والله نفسي بجد، انا عصبية جدا جدا، انا بزعق وببقى عاملة زي الهبلة في قلب الشقة، والله العظيم بكلمكم بأمان. نفسي ربنا يهديني كده ومعدش ازعق لولادي، وساعات اما بتعصب قوي اقوم ضربة، بصراحة انا بكلمكم بأمانة، بس مش بحب كده بصراحة، لاني مش بحب ان انا اقلل من شخصية ولادي، فاهمين قصدي؟ وده طبعا ده احسن شيء وده افضل شيء. هنا كانت بتوريكوا بقى ان هي كانت عاملة عيش زي ما انتوا شايفين، عيش ابيض كده حلو جدا جدا، طبعا العيش ده بتعجن كله باللبن بيبقى تحفة تحفة، اهو انتوا شايفين اهو عجينة. وبعد كده عملت له خلطة حلوة من الجبن، بتقول ميكس جبن، وحطت معاها كمان فلفل صغير او شرايح صغيرة من الفلفل علشان تعمل لهم سندوتشات كده زي ما انتوا شايفين، وكانت بتعملهم على الطاسة، بجد حلوة جدا وعجبتني فكرته. بس كده حبايبي، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. خلص الفيديو النهاردة معانا، بشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.